تغير المزاج من حالة لأخرى هو أمر نتعامل معاه بشكل يومي. نلاحظ فجأة نقلة ملحوظة في حالتنا المزاجية من الإحساس بالفرح والراحة إلى مشاعر الانزعاج أو الغضب أو الحزن. في بعض الأحيان تكون هذه التقلبات المزاجية بسبب ضغوط الحياة المختلفة والظروف الصعبة. بالتالي كل ما كانت مستويات التوتر عالية في حياة الشخص، من الممكن لأي حدث بسيط أن يحدث تغييرات كبيرة ومفاجئة في حالته المزاجية والعاطفية. من ناحية أخرى، العوامل الحيوية مثل مدى التوازن الهرموني في الجسم والحركة والنظام الغذائي وساعات النوم، كل هالعوامل تلعب دور مهم في الحفاظ على حالة مزاجية مستقرة إلى حد ما. وكل ما اختلت هذه الجوانب لأي سبب من الأسباب، أدى هذا إلى خلل ملحوظ في المزاج والانفعالات أيضاً. هذا ما يعني أن تقلبات المزاج هي أمر سيء دائماً، وإنما بالعكس، هي استجابة طبيعية للأحداث المتغيرة في الحياة وللأفكار اللي تدور في أذهاننا. لكن متى ما صارت التقلبات المزاجية حادة وتستمر لفترات طويلة وتعرقل أنشطتنا اليومية المعتادة، ساعتها ممكن تكون مؤشر على وجود اضطراب نفسي معين للاكتئاب أو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو اضطراب الشخصية الحدية. والتأكد من التشخيص الصحيح بالطبع يكون بمراجعة طبيب أو مختص وإطلاع على كل التفاصيل المتعلقة بالتقلبات المزاجية وبقية الأعراض النفسية. حتى نتحكم في تقلبات المزاج الحادة، لابد من معرفة الأسباب اللي تقف وراءها. ولمعرفة الأسباب، لابد من تتبع المزاج اليومي وملاحظته عن قرب. من الأساليب اللي ينصح فيها عادة لتتبع المزاج هي التدوين اليومي. عن طريق التدوين ممكن ننتبه لوجود نمط معين لمزاجنا يتكرر باستمرار. وأيضاً الكتابة تنبهنا لبعض العوامل اللي تأثر سلباً على حالتنا المزاجية، وهذا يخلينا نتعامل معها بشكل أفضل. من الخطوات المفيدة أيضاً لتحسين الحالة المزاجية ممارسة المشي بانتظام أو أي تمارين يومية، وهذا أيضاً رح يحسن من قدرتنا على الاسترخاء والنوم بعمق، وبالتالي نتمتع بمزاج أفضل. دمتم بخير. مشاهدينا، كان هذا مشوارنا معاكم لهذا الأسبوع. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وفقرات مختلفة. أكيد لا تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان. هذه تحياتي وتحيات فريق عمل البرنامج من استراحة The Backyard اللي قدمنا لكم منها هذه الحلقة. نلقاكم على خير، في أمان الله.